Let's get this thing started. يا سلام على أيام نسمع برامج وأحلى كلام أيام الغريب ما بعرف ليش دائما بصير فيه يعني مناقلات وبصير فيه عجز، يعني هذه في كمان سوء إدارة مالية بتكون ولا لا سيد أحمد؟ احنا إذاعة أيام بنحاول نوصل صوت المواطن في كل مناطق المملكة، كونه احنا منتشرين بإربد في إلنا ترددات في عمان بالمحافظات بالعقبة موجودين، لأنه المواطنين كمان إلهم الحق إنه يوصلوا صوتهم للمسؤولين، وبجوز يعني أغلب المواطنين هم على قناعة تامة إنه الإعلام ودور الإعلام إنه مجرد ما يطرح قضية معينة لما يطرحها في برنامجي أو أي برنامج آخر في باقي المحطات الإذاعية والتلفزيونية إنه راحين يهتموا فيها المسؤولين. تحديث الشبكة والبنية التحتية غير مؤهلة لاستقبال الأمطار، يعني هم باعتراف المؤسسات نفسها كان يعني الشارع بنحفر له بالسنة 3-4 مرات. عندي برنامج بقدمه، برنامج صباحي اسمه من الآخر مع أبو راشد، برنامج شبابي مش عارف إذا هو شبابي أو هو بيركز بس على القضايا اللي بتخص المجتمع الأردني، بحاول قدر المستطاع أحل جزء من المشاكل لأنه في بعض القضايا صعب حلها وبتصطدم في تشريعات وبقوانين، بس إحنا دورنا نوصل هالصوت هذا للمواطنين بطريقة وللمسؤولين بطريقة تكون هيك مرتبة وكويسة. بنركز كمان في برنامجي على بعض بنحلل الأمور السياسية اللي فيها البلد، سواء مجلس النواب سواء تصرفات بعض الجهات الرسمية من إجراءات من قوانين كلها بنطرحها، الاعتصامات نحاول قدر المستطاع نسلط الضوء على بعض القضايا اللي بتهم المواطن. مستمعينا الأعزاء اللي بيسمعونا على أيام FM تردداتنا في عمان وباقي المحافظات 91.5 وبالعقبة 94.1، خليكم معنا بريك صغير وراجعين. It's called You Thang right here on Spin 94.1. I'm Rob Stevens. Thank you very much for joining me on Your Breakfast Espresso. احنا الشركة الحديثة للبث الإذاعي، بنملك إسبن وأيام FM، بنغطي كل المملكة وتركيزنا دائما على الشباب. الهدف من وجودنا بالمجمع الطلابي هو استغلال طاقاتهم واستغلال انهم عم بدرسوا الصوت، الانتاج، المالتي ميديا والاوديو والاخراج، نستفيد من افكارهم الجديده ومنتحلهم فرصه انهم يتدربوا عنا، بنفس الوقت بالمستقبل منتحلهم فرصه عمل عنا بالاذاعه. This is Spin 94.1.